وعن شركة ريتال السعودية معنا المهندس عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز البريكان الرئيس التنفيذي لشركة ريتال للتطوير العمراني. أهلا ومرحبا بك على شاشة سي إن بي سي عربية، ومبروك إدراج الشركة طبعا في السوق السعودي. دعنا نتحدث معك مهندس عن النتائج المالية الأخيرة مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت. حققتم نمو واضح لدينا في الإيرادات، إلى ما تعزو الأسباب في ارتفاع الإيرادات؟ أول شيء الله يبارك فيكم وشكرا لكم ولجميع المشاهدين. طيب تكلمنا على الأمور المالية، الحمد لله بالتأكيد ما يميز ريتال هو الأداء المالي. طبعا زي ما تعلمون اليوم أعلننا حيث بلغت إيراداتنا 275 مليون ريال سعودي في الربع الأول 22، مقابل كانت 216 مليون ريال سعودي عن نفس الربع من العام السابق. زيادة الإيرادات طبعا كانت بنسبة 27%، وهذه أتت من خلال المشاريع المتنوعة والمحفظة المتنوعة من مشاريع دخل الأقل متوسط والمشاريع المتوسطة والمشاريع ذات الدخل الأعلى. حرصنا طبعا من خلال المشاريع التي نعمل عليها، المشاريع طبعا خلينا نقول التركيز بشكل كبير على المشاريع السكنية، والحمد لله كان هذه خلينا نقول المشاريع لها أثر كبير في موضوع ارتفاع خلينا نقول الإيرادات للشركة، فتح أكثر من مشاريع، وكذلك موضوع ارتفاع صافي الربح كما تعلمون 63 مليون ريال سعودي مقابل 39 مليون ريال سعودي يعني نفس الربع من العام السابق. زادت طبعا الارباح الربع الاول بنسبه 61%. واذا تكلمنا طبعا عن العائد على الحقوق الملكيه فالحمد لله اليوم حققت ريتال نسبه 42% مقابل 29% عن نفس الربع من العام السابق، يعني نتكلم على زياده 45% في حقوق الملكيه. طيب مهندس عبد الله، يعني بالنسبه للخطى والاستراتيجيه اليوم التي تتبناها الشركه، حدثنا اكثر عن هذا الموضوع. طيب احنا الحمد لله اليوم في استراتيجيه ريتال وضعنا خطه مميزه. طبعا سوق المملكه اليوم يشهد حراك اقتصادي كبير جدا، الحمد لله ريتال وضعت خطه خلينا نقول خلال السنوات الماضيه، والحمد لله قدرنا نحقق هذه التطلعات خلينا نقول بعملية النمو بأكثر من 50% كانت سنويا، وكذلك موضوع التوزيعات اللي كانت موجودة سابقا. المحفظة اليوم متنوعة بمشاريع سكنية، مشاريع تجارية، مشاريع متعددة الاستخدام. تركيزنا بشكل كبير يمكن يقارب ال 85 90% في المشاريع السكنية بحكم الطلب الكبير. اليوم الحمد لله أنجزنا أكثر من 3000 وحدة سكنية، بينما هناك 4000 وحدة قيد التطوير يعيش حاليا طبعا في مجتمعاتنا اليوم 16000 مواطن، وسيسكن ان شاء الله حسب الخطه الموضوعه في الشركه في مشاريعنا بحلول عام 2030 اكثر من 150 الف سعودي باذن الله. طبعا سنصل بحول الله بحسب الخطه التي تم وضعها في الشركه الى حصه سوقيه تقدر ب 5% اي معادل 4000 وحده سكنيه سنويا، يقارب تقريبا حوالي نتكلم على اكثر من 3 تو 4 تايمز الارقام اللي احنا عليها. نعم، كنت تحدثت عن التوزيعات، ماذا عن سياسة التوزيعات لديكم خاصة بعد الإدراج مهندس عبد الله؟ جميل، طبعا كانت سياسة من مجلس الإدارة السابق أن تم وضعها، والحمد لله تم التوزيع للسنتين الماضية ب 8%. القرار الآن موجود وسوف تعمل الشركة على الاستمرار بعملية توزيعات 80% من صافي الأرباح، وكذلك الحرص على النمو اللي تم خلينا نقول شرحها لكم سابقا. طيب يعني مهندس، يعني حدثنا عن الاستراتيجيه الخاصه التي تبناها الشركه، يعني لو تحدثنا اكثر الان عن النموذج او نموذج عمل الشركه وما ابرز يتميز به هذا النموذج الخاص بكم. جميل، طبعا احنا اليوم يمكن نلخص اهم النقاط اللي تميز فيها ريتال ابتداء من المنتج. طبعا تخصصنا في المنتج في تطوير مجتمعات سكنيه راقيه ذات جوده حياه، وعملنا على منتجات لتغطيه جميع الشرائح، من الشرائح اللي هي اقل متوسط والشريحه المتوسطه ثم الشريحه الى الدخل المرتفع. ومن خلال تغطيه طبعا منتجات باسعار منافسه، يعني بدايه من توجد عندنا منتجات اليوم من 500000 ريال سعودي ابتداء من 500000 ريال وصولا الى 8 مليون واكثر. طبعا تضم ريتال محفظه مشاريع سكنيه متنوعه ومشاريع اخرى تجاريه ومتعدده الاستخدام كما ذكرت سابقا. الامر الثاني اللي يتميز فيه ريتال عمل مرن يساعدها على النمو والتوسع. حجمنا اليوم 4 أضعاف حجمنا قبل 3 سنوات، طبعا سنسعى على مواصله النمو وصولا الى 4000 وحده سكنيه سنويا ما يعادل 5%
من الحصة السوقية. طبعا أخيرا ما يميز ريتال، لدينا منظومة عمل متكاملة من خلال الشركات التابعة، بحيث ابتداء من البنية التحتية، مرورا بالتصميم، إدارة المشاريع، وانتهاء بإدارة المرافق وإدارة الممتلكات. نعم، نحن نتمنى لكم كل التوفيق المهندس عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز البريكان، وأنت رئيس تنفيذي لشركة ريتال للتطوير العمراني. شكرا جزيلا لك.